أخبار. السلام عليكم ورحمة الله. موجز التاسعة من مسك للإعلام. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقر إعادة فرض حظر التجول يوم السبت في الولايات التي تشهد ارتفاعا بوتيرة الإصابات ومنها اسطنبول، ويعلن أن عمل المطاعم والكافيهات في شهر رمضان سيقتصر على خدمات التوصيل. وزارة الداخلية التركية تؤكد عودة حظر التجول بين 9 مساء والخامسة صباحا في عموم تركيا على مدار الأسبوع، وستكون الولايات المنخفضة والمتوسطة معفية من حظر نهاية الأسبوع. قوات الأمن تطلق عملية واسعة للقبض على 115 مشتبها به يتبعون لتنظيم جولن الإرهابي في ولاية اسطنبول. شركة تشاومي الصينية تفتتح رسميا مصنعا جديدا لتصنيع الأجهزة الذكية في منطقة أفجلر في ولاية اسطنبول، وهو رابع أكبر مصنع للشركة. إنقاذ 150 طالب لجوء أرغمتهم السلطات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في ولايات إزمير ومغلا وبالك أسر وآيدن. شكرا لمتابعتكم، ونعود لفقرات صباح كمس. مسك وعم تعالى هالراي لمحبتنا أحلى حكاية، إيد تطبطب جرح وهم، إيد تغني فرحة تلم، إيد ترسم بكرة أحلى، خطط للأيام الجاي. مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، العيش معاها مسك بكل لحظة بنسمعها، مع مسك يومك مش عادي. مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، مسك الفرحة بغربتنا سوا، مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، مسك الفرحة بغربتنا. صباحك مسك، صباحك عنبر، وورد وفل وقطعة سكر، وكأس من الشاي حلو لذيذ، بنعناع أرض بلادي معطر. صباح الفنون ولحن الأغاني، صباح الحوار الذي فيه نكبر، صباح برائحة الهاي تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر، وسحر الأناضول ينساب عشقا، سنية وجبن وخبز محمى، صباح بطعم جديد لدينا، لكم فيه ما تشتهون وأكثر.
صباح الورد والفل والياسمين متابعينا، يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا بأي مكان أنتوا فيه. إن شاء الله صباحكم معطر بكل روائح الورود والزهور والياسمين والفل وأكيد المسك. صباحنا اليوم بثلاثين ثلاثة عنا كتير من المواضيع والأحداث المهمة، وحتى ضيوفنا رح يكونوا اليوم كتار بحلقتنا. مشوارنا الصباحي ابتدى 30/3، رح نبلش نحكي عن أهم الضيوف والفقرات اللي حتكون إن شاء الله معنا ومرافقين اليوم على مدار الساعتين تقريبا من الوقت. بداية متابعينا حابة أقول أنه صباحات اليوم اسطنبول كانت ماطرة سبحان الله، وعلى الرغم من أنه نحن عم نودع شهر آذار اللي هو من المفترض عم يكون بلشنا فيه يدخل موسم فصل الربيع، بكل الأحوال الله يجعله رحمة وخير على الجميع وإن شاء الله صباحكم مبارك. منبلش متابعينا بشوفي عنا فقرات لليوم، أحداث مهمة مثل ما حكينا صراحة كانت مبارح ومهمة للغاية فيما يتعلق بآخر القرارات يلي صدرت من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رح نحكي عنها شوي أكثر بالتفصيل. لكن رح نبلش نشوف ونعدد شو فقراتنا لليوم. بداية بساعتنا الأولى صدر مبارح كمان قرار يعني لسه ما يمكن بلش حيز التنفيذ، رح نفهم أكثر من الأستاذ بسام صابوني. قرار يتعلق ب التسجيل على الشهادات، شهادات القيادة أو السواقة التركية. هذا القرار في يعني بند جديد نزل بيلغي موضوع التعديل أو التصديق اللي كان مطالب فيه أي حدا بده يتقدم على شهادة السواقة وخاصة الشهادات السورية. رح نعرف أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع من ضيفنا الأول، رح يكون بإذن الله تعالى ويشرح لنا عن كل هاي التفاصيل الأستاذ بسام صابوني، وهو مسؤول تسجيل العرب بالمدارس فارق لقيادة السيارات. رح يفصل لنا أكثر عن هذا الموضوع بالضبط، نعرف شو لازم نعمل وشو بيقدر اللي حابب يسجل بشهادة قيادة القيادة التركية شو لازم يعمل وشو لازم ياخذ معه ورق. بفقرتنا أو بسؤالنا التفاعلي بساعتنا الأولى كمان، سؤالنا التفاعلي متعلق بصميم الأحداث اللي كانت مبارح والقرارات المتتالية والمتسارعة صراحة مبارح، سواء كانت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتعلقة بأوضاع الحظر وكيف حيكون الوضع برمضان، مين اللي رح يفتح، رجع سبت وأحد الحظر، هدول كل التفاصيل والقرارات اللي طلعت أكيد مثل ما قلت لكم رح نعرج عليهم بإذن الله تعالى. لكن كمان رح نحكي عن موضوع له علاقة بالتعليم التركي والتربية والتعليم التركية كمان اللي أصدرت مجموعة من القرارات. شو رأيكم أنتوا بهي القرارات؟ هل أنتوا كنتوا متوقعين أنه يكون عن جد في تجديد لهذا الحظر؟ أم أنه لا يعني كان الوضع طبيعي والأمور ماشية وبلشنا تعودنا على هذا النظام هلأ رجعنا نغير وضعنا؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي بشكل عام. شو رأيكم بالقرارات اللي كانت مبارح صادرة؟ متوقعينها أو لا؟ نفصل وندردش سوا إن شاء الله على أرقام التواصل اللي بنذكر لكم إياها بعد قليل بإذن الله تعالى. هي ساعتنا الأولى. بما يتعلق بساعتنا الثانية رح يكون في عنا موضوعين كمان مهمين. أول موضوع آخر التحديثات الجديدة المتعلقة بقانون التجنيس فيما يخص وعلاقة موضوع التجنيس بالاستثمار العقاري، كيف صار في قرارات جديدة، تسهيلات ربما، رح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذ. رح يكون معنا الأستاذ تقريبا يعني الأستاذ رح يكون معنا من شركة امتلاك العقارية حسب يعني تأكيداتنا، أكيد هو الأستاذ المحامي زياد العجان مدير الشؤون القانونية في شركة غرس، رح يكون معنا رح يشرح لنا أكثر عن هذا الموضوع وهي التفاصيل. فقرتنا الأخيرة بساعتنا الثانية رح تكون مع ضيفة مميزة موهوبة للغاية، وهي قدرت تأسس مشروعها الخاص بجهد شخصي، ورح نستطلع أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذة حبيبة يوسف الشبل، وهي صاحبة مشروع بالوني بارتي، مشروع متميز وخاص لتزيين وتنسيق الحفلات والمناسبات. نتعرف على هذا المشروع المهم مع ضيفتنا بإذن الله تعالى بساعتنا الثانية. أما هلأ متابعينا صار الوقت لنعرف شو في أحداث مهمة صارت بداخل تركيا بالمجتمع التركي بثلاثين ثلاثة على مدار الأعوام الماضية، وحتى علاقة تركيا مع الدول العالم. خلونا نتابع شو صار أحداث بحدث في مثل هذا اليوم.
في عام 1856 توقيع معاهدة باريس مع روسيا من جهة وفرنسا وبريطانيا العظمى وتركيا العثمانية وسردينيا من جهة أخرى بعد 3 سنوات في حرب القرن. في عام 1863 تأسيس مدرسة دار الشفقة كأول مدرسة داخلية تعليمية خاصة ومجانية في الدولة العثمانية. في عام 1938 نشرت رئاسة الأمانة العامة أول بيان حول مرض مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. في عام 1963 إضراب الرئيس التركي السابق جلال بيار عن الطعام بعد تأجيل قرار العقوبة بحقه. في عام 1971 تقديم اقتراح قانون إلى مجلس الشيوخ التركي لقراءة الأذان باللغة التركية بعد أن تم إعادة قراءته في اللغة العربية في عام 1950. في عام 1968 بدء مفاوضات العضوية بين الاتحاد الأوروبي وقبرص الجنوبية اليونانية. عودة مجددا لكم متابعينا بأولى فقراتنا اللي رح نبداها اليوم، ومثل ما خبرناكم رح نحكي عن موضوع وخبر جديد، خبر مفرح لكثير من الأشخاص اللي كانوا عم ينتظروا بصراحة موضوع تعديل الشهادة وتصديق الشهادة من الحكومة المؤقتة الموجودة بغازي عنتاب. التعقيدات اللي كانت أحيانا وبالأحرى كثار من الأشخاص عم يواجهوها لحتى يقدروا يقدموا على شهادة القيادة التركية، لأنه وزارة التربية نحن بنعرف انه مدارس القيادة التركية كلها تابعة لوزارة التربية التركية، كونها هي مدارس بيتم الالتحاق فيها بدوام امتحانات نظرية وامتحانات عملية، لذلك موضوع مدارس وشهادات السواقة وشهادات القيادة تابع لوزارة التربية. قرار وزارة التربية مؤخرا كان سابقا انه ما تكتفي فقط بترجمة شهادة الدراسية الوثيقة الدراسية اللي عند الطالب، نحن بنعرف انه هون كمان من ضمن القيود الضرورية اللي لازم تكون مع الاشخاص اللي حابين يقدموا على شهادة السواقة هي هن مسألة الشهادة الدراسية. الشهادة الدراسية في حالة توفرت لازم تكون مترجمة ومنوترة إضافة إلى موضوع التعديل أو ما يسمى التصديق من الحكومة المؤقتة الموجودة بغازي عنتاب. القرار الجديد اللي طلع يمكن غالبا لسه ما دخل حيز التنفيذ بشكل فعال، رح نتأكد من ضيفنا مثل ما خبرناكم بإذن الله، اللي هو موضوع إلغاء مسألة التعديل والتصديق فيما يتعلق بموضوع الشهادة، شهادة القيادة، واكتفاء بالترجمة والنوترة، يعني فقط اللي معه شهادة صف سادس، شهادة صف عاشر، بكالوريا، شهادة جامعية، فقط يكتفى بموضوع ترجمتها ونوترتها وإرفاقها مع الأوراق المطلوبة للتسجيل على داخل المدارس القيادة التركية. هو خبر بالفعل كتار من الأشخاص عم ينتظروه مثل ما خبرناكم، نظرا للمشاكل وصعوبة إيصال الأوراق والانتظار لمرحلة التصديق وتعاون الحكومة المؤقتة بما يتعلق بهذا الجانب. كنا حابين نتواصل مع الأستاذ بسام صابوني لبين ما يجهز إن شاء الله معنا، رح نبلش نخبركم شو في عنا آخر أخبار المتعلقة بالقرارات اللي مثل ما وعدناكم، القرارات الرئاسية اللي طلعت مبارح. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان في عنده اجتماع حكومي وهو لمجلس الوزراء ترأسه أردوغان بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. هذا الاجتماع طلع عنه قرارات كثيرة، رح نبلش ببدايتها. أول شيء عودة قرار الحظر التجول الكامل يومي عطلة نهاية الأسبوع اللي هن السبت والأحد، بداية من هذا الأسبوع، يعني بداية من الأسبوع اللي نحن فيه بجميع المدن التركية، هالمدن التركية المصنفة حصرا باللون الأحمر أو ضمن الفئة الحمراء اللي هن شديدة الخطورة، من الخطورة منها اسطنبول وأنقرة وإزمير. أشار الرئيس أردوغان إلى أن عدد المدن التي أصبحت مصنفة ضمن المدن شديدة الخطورة ارتفع ل 58 مدينة، وأضاف أن حظر التجول اليومي بين الساعة 9 المساء
وحتى الساعة 5 صباحا سيستمر في عموم تركيا على مدار الأسبوع. يعني هاي النقطة اللي نحن تعودنا عليها كل يوم الساعة 9 المساء لازم يتم عودة أكيد سريعة للمنازل، ما عاد في محلات، حيتم إغلاق المطاعم والمحلات إجباري الساعة 9 للساعة 5 وش الصبح. وأضاف أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حظر التجول اليومي سيتم بخصوص التدابير الوقائية المتعلقة أيضا سيستمر في شهر رمضان. أعلن الرئيس أردوغان أن فرض حظر التجول التام خلال يومي عطلة نهاية الأسبوع هنا مثل ما قلنا السبت والأحد بجميع أنحاء البلاد على مدار أيام شهر رمضان المبارك. وأضاف أن عمل المطاعم والمقاهي بشهر رمضان حيقتصر فقط على خدمات التوصيل والخدمات الجاهزة فقط. وتابع أنه لن يتم هذه السنة تنظيم فعاليات الإفطار والسحور الجماعية بعموم الولايات التركية خلال هذا الشهر الكريم. من جهة أخرى كان الرئيس التركي أكد أن بلاده قطعت أشواطا مهمة في مكافحة وباء كورونا، وأضاف أيضا أن بلاده أصبحت في مقدمة الدول التي حاربت الوباء، وقطعت أشواط أيضا في عمليات التطعيم حيث تم تطعيم ما يقارب 15 مليون مواطن. هي آخر القرارات المتسارعة اللي صدرت مبارح بعد الاجتماع يلي كان بأنقرة، واللي أصدر وأعلن هدول جملة القرارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لكن سرعان ما صدرت هاي القرارات وتم الإعلان عنها لاحظنا أن وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم أصدرت سلسلة أيضا من القرارات. رح نبلش المتعلقة طبعا بالمدارس، رح نبلش نقرأ وأنه كتار من الأهالي يمكن هلأ عندهم لبس فيما يتعلق ببعض القرارات أو ممكن ما قدروا ينتبهوا للأخبار بشكل كامل. نبلش نخبركم شو آخر القرارات المتعلقة بمجال التعليم. فأعلنت وزارة التربية الوطنية التركية أنه نظام التعليم بالمدارس حيستمر على ما كان عليه سابقا سواء وجها لوجه أو عن بعد. جاء ذلك في بيان نشره الحساب الرسمي للوزارة على موقع تويتر مساء الأمس يوم الاثنين. وأيضا هذا الشيء مثل ما ذكرنا جاء مباشرة عقب إعلان الرئيس أردوغان فرض قيود جديدة ضمن نطاق التدابير كورونا. بما يتعلق بالوزارة أوضحت أنه سيستمر التعليم وجها لوجه في المدارس الابتدائية وصفي الثامن والعاشر. إذن التعليم حيستمر وجه لوجه أو وجاهي مثل ما بيقولوا، يعني الدوام حيكون فيزيائي بالنسبة للمدارس الابتدائية وأيضا صفوف الثامن والعاشر. بكل أنحاء تركيا التعليم هذا حيستمر. أما التعليم عن بعد فأيضا هو حيكون مستمر لباقي الصفوف كما هو الحال عليه حاليا. أضافت أيضا الوزارة أنه سيستمر العمل بدورات التقوية للصفين اللي هنا الثامن والثاني عشر. نحن بنعرف أنه دول الصفوف بتركيا هن صفوف انتقالية مثل نحن عنا كيف الشهادات الأساسية اللي بتكون بالتاسع والبكالوريا، هن صفوف مهمة للغاية تحديد إذا فينا نحكي مستقبل الطالب بهذا الصف سواء كان الثامن أو الثاني عشر. حتستمر فيهم دورات التقوية بجميع أنحاء البلاد بما في ذلك حتى يومي السبت والأحد. إذن الطلاب اللي عندهم دورات تقوية ما بيشملون الحظر يلي انفرض على كل أنحاء البلاد. الوزارة أكدت كمان ببيانها أنه لا تغيير أبدا على مواعيد وخطة الامتحانات المعلنة عنا سابقا. شفنا كيف الوزارة حددت لكل صف أوقات معينة للامتحانات بتبدأ وبتنتهي بتوقيت محدد سلفا، وكل صف بيختلف عن الصفوف الأخرى والباقية. أضافت أيضا الوزارة أنه سيتم تقييم عملية التعليم وجها لوجه بالمدارس للصفوف اللي هن الخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر. إذن عملية تقييم لهؤلاء الصفوف وفق ما تقرره السلطات الإقليمية، مقصود فيها مجلس النظافة والوالي لكل ولاية، كل ولاية على حدة بناء على القرارات وتقييم مجلس النظافة الموجود في الولاية أو حتى سلطات الوالي والقرارات اللي ممكن يطلع عنا الوالي. الصفوف اللي ذكرناها اللي هن من الخامس للحادي عشر
يعني باستثناء صف الثامن، هدول الصفوف حيكون في لهم معايير معينة بيتم تقييمها بعد القرارات اللي ممكن يتم اتخاذها من مجلس النظافة والوالي انطلاقا من تصنيف الفئة، فئة الخطورة. إذا دائما التقييم عم يكون حسب فئات الخطورة اللي هن الصفراء، المنطقة الصفراء أو الزرقاء أو حتى البرتقالية والحمراء اللي عم تكون شديدة الخطورة. أشارت أيضا الوزارة أنه في متابعة الطالب تعليمه وجها لوجه حيكون متوقفا على موافقة ولي الأمر. هي نقطة كتير مهمة، دائما الوزارة بكل قراراتها اللي عم تصدر عنها، بكل التعميمات، بكل إذا فينا نقول الإصدارات المؤخرة اللي بتطلع عنها، بترفق هي العبارة واللي هي أنه التعليم وجها لوجه متوقف على مدى موافقة الأهل لهذا الموضوع وولي الأمر لهذا الموضوع. لأنه يعني إذا كان ولي الأمر ما عنده أي مشكلة بأنه يرسل ابنه لتعليم الوجاهي أو تعليم وجه لوجه فالأمر يعني متاح. أيضا قرارات وزارة التربية أكيد جت مباشرة بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن فرض اللي مثل ما ذكرنا قيود يلي كانت ضمن نطاق محاربة كورونا. بالنسبة للتعليم بولايات أخرى سمعنا مؤخرا كمان، هذه كانت أهم وأبرز قرارات وزارة التربية التركية المتعلقة بالصفوف الدراسية. إذا بدنا نحكي عن بعض الولايات شو وضعها بالنسبة للتعليم، فللأسف ما زلنا عم نشهد بعض الولايات اللي عم تقوم بإغلاق، يعني كل ولاية لأنه هي مثل ما حكينا قرارها عم يكون منفرد حسب تقييم مجلس النظافة والوالي. فأحدى الولايات واللي هن ولاية بلكسير، طبعا هاي الولاية فيها مدينة تم فيها تعليق التعليم وجها لوجه لمدة 10 أيام، وذلك في 13 مدرسة. لكم أنه تتخيلوا الرقم قديش كبير بمدينة واحدة من ضمن أحدى الولايات تم تعليق الدوام في المدارس نظرا لارتفاع عدد الإصابات في المدينة مؤخرا. هذا الكلام بيأكده الرئيس رجب طيب أردوغان يلي قال أنه في كتير ولايات كانت بضمن فئة الخطورة، ممكن نقول شديدة الخطورة أو عالية الخطورة، صارت بشديدة الخطورة، يعني كانت بالبرتقالية صارت بالحمراء. في ولايات كمان مثل مبارح سمعنا إحدى الولايات كانت بالمنطقة الزرقاء صارت بالمنطقة الحمراء، يعني هذا ارتفاع مخيف لعدد الإصابات. أنا ممكن رجعوا بسبب ببعض الولايات تحسن الطقس، يعني إذا بدنا نحلل شوي نبلش في بعض الولايات تحسن الطقس، في بلشنا نشوف مظاهر ربيع، بلشنا نشوف الشمس أكثر، يعني لأنه الشتوية ما شاء الله كانت طويلة وقاسية صراحة على كل أنحاء تركيا. فممكن يكون هذا الشيء هو اللي عم يزيد من عدد التدفق الناس والازدحامات بالشوارع، التسوق، المطاعم، المواصلات. هذا الشيء ممكن يعني يكون له دور كتير كبير بموضوع يعني زيادة أعداد المصابين. متابعينا هي كانت أهم فقراتنا وأخبارنا المحلية إذا فينا نحكي، يعني خاصة في خضم الأحداث المتسارعة اللي كانت مبارح، سواء كان على الخطاب اللي كان للرئيس التركي أو حتى قرارات وزارة التربية التركية. إذا بدنا نحكي شوي نقرأ شوية تعليقات جميلة بلشت تجينا صباحا اليوم على الفيسبوك. منبلش منقرأ بإحدى التعليقات، سوسن مصطفى علقت وكتبت صباح الخير، يسعد صباحك يا سوسن. أنا بفرح وقت بقرا العنصر النسائي عم يشاركنا بالتصبيحات والكلمات الجميلة والرائعة اللي بتكون منهم. أكيد نوجه لك تحياتنا لك يا سوسن ويسعد صباحك. عمر عم يقول أسوأ الناس خلقا إذا غضب منك أنكر فضلك، أفشى سرك ونكر عشرتك وقال عنك ما ليس فيك. بالفعل يا عمر للأسف قديش نحن ممكن نصطدم بهدول النوعيات من الأشخاص يلي حسب كلامنا العامي بنقول أكال نكار، يعني بيكون أنت بينك وبينه عشرة وملح وجبنة وخبزة وشو بيقولوا مثل هذا الكلام، ومنصطدم بعدين أنه بالعكس صار يحكي علينا، يعني مو بس أنه حاربنا وإنما صار يحكي علينا. في كتير للأسف من هذا من هاي النماذج، الله يبعدهم عنا وعنكم بإذن الله تعالى.
مصطفى كتب لنا تعليق جميل كمان، الله يصبحكم بنور سيدنا محمد، يسعد صباحك يا مصطفى وان شاء الله ايامك مباركه بهالايام الفضيله، الله يحقق لنا كل شيء بنتمناه باذن الله تعالى، وصباحك مبارك وسعيد. وضاح عم يقول صباح الورد، وضاح ابراهيم المصطفى عم يقول صباح الورد، يسعد صباحك، صباحك ورود يا وضاح. كمان في عنا خليل عم يعلق، صبحكم الله بكل خير، يسعد صباحك يا خليل، صباحك فل وعنبر. ساهر المصطفى عم يقول صباح الخير، يسعد صباحك يا ساهر، اوقاتك كلها معطره ومباركه باذن الله تعالى. هيثم ابو عمر كمان في عنا تصبيحه جميله عم يقول صباح الورد والياسمين، يسعد صباحك يا هيثم. بالنسبه لك كمان سامي عم يعلق ويكتب لنا اسعد صباحك استاذتي هلا، يسعد صباحك يا سامي وان شاء الله اوقاتك كلها مباركه باذن الله تعالى. هي كانت اهم التعليقات اللي اجتنا متابعينا بصباحك مسك وبصفحتنا على الفيسبوك اللي بامكانكم مباشره انتم تتابعونا من خلالها. هلا صار الوقت لنطلع لفاصل اعلاني وبنرجع بعده لنتابع بفقراتنا، خليكم معنا. طلعت شمس الضوي يا اهلا وسهلا، فنجان قهوه نسوي مع مسك بتحلى، نبدا اليوم امل جديد همتنا بتعلى، نمشي الدرب ايد بايد مستقبل احلى، مستقبل احلى. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة، والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير، تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري بشك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية.
شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة، واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. مجددا متابعينا بساعتنا الأولى اليوم، عنا مثل ما خبرناكم قبل الفاصل لكل حدا انضم لنا هلأ مباشرة، رح نخبركم عن كنا عم نحكي عن موضوع جدا مهم، وهو القرار الأخير اللي صدر من وزارة التربية المتعلق بإلغاء مسألة التصديق أو التعديل فيما يتعلق بشهادة الوثيقة الدراسية لكل مين بده يحصل على شهادة القيادة التركية. كنا بدنا نستضيف الأستاذ بسام صابوني، وهو مسؤول تسجيل العرب في مدارس فارق لقيادة السيارات. ما بعرف إذا صار معنا جاهز على الهواء أستاذ بسام. نعم. نعم، لبين ما يجهز الأستاذ بسام بإذن الله تعالى رح نستوضح كل هالنقاط لكل حدا حابب يسجل ويدخل بدورة قيادة التركية لقيادة السيارات. طبعا لكل حدا حابب ينضم لازم يعرف شو النقاط، شو الوثائق اللي لازم تكون عنده موجودة، شو الأوراق اللي لازم يعملها. في بعض الأوراق لازم تصديق، لازم ترجمة، لازم نوترة، كل هالتفاصيل بإذن الله رح نعرفها أكثر من الأستاذ بسام صابوني. أستاذ بسام ما بعرف إذا صار جاهز بإذن الله. مثل ما خبرناكم متابعينا، بالنسبة لي أنا كان موضوع شهادة السواقة يعني كان سابقا، نحن قبل ممكن من شيء 5 سنين وأكثر كان موضوع إنه اللي معه شهادة سواقة سورية، عم نحكي عن الجاليات السورية الموجودة هون، كان بيقدر يستخدم يترجم شهادته السواقة ويستخدمها مباشرة ويقدر يسوق فيها بكل المدن التركية. لكن مؤخرا لا، صار ما بيتم أبدا الاعتماد على شهادة السواقة السورية، وإنما لازم يتم الالتحاق بأحد المدارس التركية الموجودة بعموم المناطق التركية. بالفعل أنا هذا الشيء لمسته وصراحة استغربت أنه مدارس شهادة السواقة أو نحن قيادة المركبات موجودة بكل المناطق. هلأ صار معنا جاهز الأستاذ بسام، خلونا نكسب وقت ونعرف تفاصيل أكثر من الأستاذ بسام. يسعد صباحك أستاذ بسام. أهلا وسهلا فيك، كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير. الله يسعد أوقاتك يا رب. أستاذ بسام، حكينا قبل الفاصل كتير عن هذا القرار يلي صدر، هل هو أصلا قرار صادر من وزارة التربية؟ مثل ما نحن بنعرف أنه المدارس التركية تابعة لوزارة التربية التركية، شو الجديد بهذا القرار لو تشرح لنا أكثر؟ صباحك يا رب. قرار جديد إذا بتعرفوا بيسموه الشيء 6/2020
شهادة السادس أو التاسع ترجم المتعبة والتجديد. صار هيك تبعتي عن غازي إنتاج يعملوا له تسجيل ومن بعدها بحسب رصيدي هو تنفيذ والصوت يشوش عليه. أستاذ بسام أنا عم بسمع بس الصوت شوي بعيد. لأنه حتى عم بسمع على صوتي يعني في مشكلة في الصوت. أيوة نحن سمعانينك تمام يعني ما عم يطلع صدى بس الصوت شوي غمي. ممتاز ما في مشكلة. نعم. صار الشهادة لازم شهادة السادس أو التاسع أو البكالوريا لازم تعملي لها تصديق من غازي أنت. أيوة. وفيها تعديل بالمديرية التربية بس اسمها دنجين. صارت مشكلة كثير كبيرة إنه نسبة عنا مستوريين يعني نسبة ما بقول لك 90 أو 80% بقول لك 70% اللي هو وصل مثلا للثامن أو للتاسع ورسمان يعني فعليا معهم شهادة السادس. أيوة. هذا اللي شهادة السادس هذا غاز عذاب قال ما لنا قاعدين يعني ما عم يصدقوله ما عم يصدقوله إياها. طيب هذا شو لازم يعمل ما بنعرف. لازم يروح على محو الأمية يعني في مثلا العالم مثلا عمره 50-55 سنة يعني ما بقى يعلق في ذهنه شيء أبدا بالمرة حتى يروح يدرس تركي. أكيد صعب أكيد صعب مستحيل. لازم يروح يدرس تركي ويقال تيتين ويقال شهادة محو الأمية. أغلب العالم تضررت صراحة وقلت لك نسبة كبيرة يعني مو نسبة قليلة مثلا 10% مثل بعض محمد يحكي فيها بس 70% يعني كلهم هذول تضرروا عندهم بس شهادة السادس. شهادة السادس ما بيصدقوها جماعة غازي عنتاب. أيوة ما بيصدقوا شهادة السادس. هذا كنت بدي أسأله شهادة السادس ما بتصدق ما بتصدق حصرا تاسع وبكالوريا حتى التاسع والبكالوريا أغلب العالم موجودة هي هنيك في سوريا أو مثلا راحت في الحرب. صحيح. أو راحت المدرسة كلها احترقت يعني جدا مشاكل يعني فوق ما تصوري من 27/6/2020 لحتى اللحظة لحتى امبارحة كنا عم نلاقي كثير صعوبات. الحمد لله الشكر الحمد لله رب العالمين امبارحة نزل قرار جديد انه ترجم النوتر بكفي. حلو حلو ترجمة والنوترة للشهادات اللي هن التاسع والممكن البكالوريا ما هيك لو فهمت المصبوط قصة صح وحتى للسادس. حلو حلو طبعا الدولة التركية معترفة انه شهادة السادس بكفي لانه الطالب لما بيجي يطالع شهادة ما رح يطلع دكتور. أيوة. يعني روتيني هذا امر روتيني فقط الشهادة المدرسية امر روتيني الله ما يعرف يقرأ ويكتب وبس ذاتا اذا ما بيعرف يقرأ ويكتب ما راح يمر عن طريق البحث النظري ما راح يمر يعني. نعم إذن هي النقطة جدا مهمة يعني وضحت لنا إياها يعني الموضوع أعمق من إنه مسألة تصديق وإنما يعني تصديق وتعديل والصعوبات اللي ممكن أصلا تواجه الأشخاص اللي حابين اللي لازم يروحوا على عنتاب مشان تصديق وراءهم يعني تعقيد الأمر بإنه أصلا اللي بده يروح يلتحق طالما مثل ما قلت إنه المعترفين بشهادة السادس بده يروح يلتحق بفحص محو الأمية وهي الصعوبات الكبيرة صراحة يلي ممكن يواجهها. طيب هلأ أستاذ بسام إذا نحن بدنا نعرف من حضرتك شو الأوراق بقى هلأ أي حدا حابب يروح يسجل بشهادة مدرسة شهادة سواقة أو القيادة التركية شو لازم يكون معه أوراق وحتى يبلش أولى الخطوات بعملية مثلا في عنا هم نقسم كمان نوزع من بعد إذنك بين أمرين في كتير من الأشخاص بيعرفوا يسوقوا بس بدهم يعملوا مثلا مسألة المعادلة إذا فينا نحكي إذا بنقدر يعني نوزع وفي ناس لا عن جد ما بيعرفوا بدهم يلتحقوا إنه بفصل بهدول المسألتين يعني في قصدك الدرس يعني الدرس السواقة. نعم نعم الأوراق المطلوبة رابط طبي قلت بسيطة يعني جدا رابط طبي شنطان وزمرة الدم وتحقيق القلب وفحص العيون والصورتين بيومتري والشهادة المدرسية اللي مترجم النوترة سادس تاسع بكالوريا ما في أي إشكال يعني رجعت الأمور على ما سبق يعني على طبيعتها الحمد لله رب العالمين. وبالنسبة لل بيسجل عنا مثل عادي يعني هلا أي شخص بيسجل عنا بس هدول هش ثلاث أمور مطلوبة منه. أيوة. يسجل بمدرسة عنا في فرق بفرجلر وفرق بسلطان غازي. في هدول ثلاث شغلات
ما في عنا تقعيد الحمد لله العالمين. حلو. بس مثل الرغوث البيت وكوثين والشهادة المترجمة من الوطن والباقي كله نحن علينا كل شيء نحن من نكمل الورق. طبعا الرغوث الطبي ليش أقول له أنا للطالب أنه هو لازم يطالع الرغوث الطبي؟ أيوة. في كثير مدارس يقولوا نحن بنطالع لك الرغوث الطبي. هذا الشيء جدا خطأ. أيوة لا يقبل، يعني أي حدا عم يسمعنا لا يقبل، هو يطلعه بإيده. طبعا يعني انا عده مرات طلعت عده مرات وحكيت هذا الموضوع انه يا جماعه ديروا بالكم ما في شيء اسمه انا بطالع لك الرابط الطبي، لانه الرابط الطبي لما طالع له اياه طالع له اياه مزور. ايوه مزور، وحتى فيه موجود زمره دم وقفش بنحط زمره الدم. زمره صحيح. الدم اذا كانت مزوره مصيبه كثير كبيره. يعني اي شخص معرض لحادث لا سمح الله او شيء مغمى عليه، اجى الاسعاف طلع على قفشه للطوع أعطاه زمرة الدم نفس المكتوبة عن شهادته. يعني ممكن مثل ما قلت تصير اختلاطات، وبالتالي الزلمة بجوز يروح بين إيدينا، يعني مو إنه بس يتعرض للمخالفة أو المساءلة. طبعا فورا بيفرق، يعني إذا كان الإنسان أعطته غير زمرة الدم أكيد فورا بيفرق. يعني هو يكون أذى حاله بحاله بشان موضوع نص ساعة كلها الرابط الطبي ما بيكلفه يعني شيء، يعني تكلفته بسيطة، تكلفته 50-70 ليرة. ايوه يعني تكلفته ماله تكلفه وماله شيء، يعني هم هذا بس كان موضوع انه ما يروح ويجي يعملوا شغله نص ساعه. حتى اللي عم يقول له انه انا بطالع لك اياه بياخذ منه 150 ليره يعني ما في شيء ببلاش. ايوه كمان مثل ما قلت هي مساله التزوير اصلا بتضر، وبنفس الوقت يعني عم ترجع عليه بالسلب اكيد للشخص. لا خليه هو يشتغل كل شيء بايده. طبعا هذول قلت لك هذول ثلاث شغلات بس فقط، الصور والرابر الطبي والشهاده المدرسيه والترجمه من وزاره فقط لا غير، والباقي كلهم نحن نطالع لهم، يعني اللاحق ما عليه والسند الاقامه وكل شيء، يعني نحن بنطالع لهم ما في اي اشكال عليهم. ايوه تمام. هلا فيما يتعلق بموضوع مثلا الاشخاص اللي حابين يسجلوا، قديش احيانا انا بعرف انه بينتظر كثير ليصير وقته، وفي دور وفي مساله دورات بتصير يعني معينه، يعني الدوره الفلانيه مثلا اكتفوا بهذا العدد بيرجعوا لبين ما تفتح دوره ثانيه. شو ترتيب هي التفاصيل؟ في كثير اشخاص، انا كثير طلاب بتصلوا فيني، يمكن حضرتك كمان انت اعطاني هذا الموضوع اسئله. والله انا اخذت شهاده السواقه من فتره. ممتاز، مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك. كثير اشخاص بيعانوا من هذا الموضوع، بتصلوا فيني بيقولوا لي استاذ انا صار لي مسجل من 4 أشهر 5 أشهر وهلا ما اجاني الفحص النظري. ايوه نعم. هيك صحيح مضبوط هيك لازم هيك؟ بقول له لا طبعا لا. كل شيء شخص بيجي بيسجل قبل 10 بالشهر، يعني مثلا هلا اليوم 30 بالشهر، معنا من هلا ل 10 بالشهر بننزل اسماء كلها. حلو حلو. يعني هي في إحدى دوره اينا شهر، دوره الشهر الخامس. يعني بس 11/4 راحت للشهر السادس. ايوه حلوه هي الاليه كثير مهمه بالتوزيع. طبعا هذا السيستم طبعا مو بس بمدارسنا نحن، بمدارس تركيا، لانه هذا السيستم واحد. يعني مربوط كله سيستم تبع مديريه التربيه، كله مربوط يعني سيستم واحد. ال 10 بالشهر بتحسن ننزل وراء الطلاب. طبعا ايه في شغله مثال طالب، نحن مثلا السيستم يهتم هلا 6 سيستمات نحن عندنا في المدرستين، يعني كثير طلاب يعني الحمد لله بعمل مدرسة كبيرة، لأنه في حتى المدرسة الفرع الثاني كمان في عندنا. أيوة. يعني 6 سيستمات في عندنا مثلا سيستم امتلى، يعني اجانا الطالب ب10 بالشهر جاب لنا اوراقه امتلى السيستم، مضطر هذاك الوقت بدي احط اسمه بالشهر السادس. ايوه بس اكثر لا. ايه اكثر طبعا لا. بس في عالم قلت لك، في عالم عم تجي بيقولوا لي استاذ والله انا صار لي 4 شهور و5 شهور لهلا ما حطوا اسمي على الفحص النظري. ايوه حلوه نعم. هاي النصائح تماما يعني طبعاً. نعم هلا طبعا ممكن مثلا في بعد الفحص النظري طرى علينا نحن بال 2020 اواخر 2020 موضوع الحظر السبت والاحد، ضلينا في شهرين ونص ما في فحص عملي. صحيح. لذلك صار علينا ضغط كثير ضغط كثير يعني حتى طلابنا بيعرفوا هذا الموضوع. والله الحمد لله رب العالمين شوي يعني تفكت شوي هذا، اخذنا طلاب كثير صرنا نشتغل، كان بالعاده كل سبت واحد سبت جمعه لا صرنا ناخذ كل جمعه، بعدين رجعنا على نفس السيستم القديم الجمعه غير جمعه لا عشان العمليه. طيب مع العلم هلا
ايه هلا بدي اقول لك والله انه القرارات الجديده شو الترتيبات اللي يعني ممكن انتم تتاثروا فيها كمدارس تعليم القياده التركيه. نعم، هلا الحمد لله رب العالمين، موضوع القرارات الجديده وتبعية الحظر الحمد لله فاهمين نحن ما بنتاثر فيها، يعني لحتى طلع نحن القرار لشهرين ونص حتى طلع قرار انه اللي عندك حظر والحظر بيطلع مسموح له، هذا ما هو اذن. أيوة. يعني بنعطي الجريش، يعني بنعطي الوصل تبع الفحص النظري او العملي، هذا بيحسن يطلع فيه لبرا ويروح على فحصه بكل اريحيه، يعني ولو كان في حظر. ومثل ما لاحظت يلا السبت الجاي حظر والاحد حظر، عندنا السبت والاحد في فحص يعني نظامي ما في اي اشكال. ممتاز ممتاز، هي النصائح. انا عن جد بدي اشكرك استاذ بسام صابوني مسؤول تسجيل العرب في مدارس فارق لقياده السيارات، شكرا جزيلا لك على هالمعلومات المهمه والنصائح. ان شاء الله يا رب يكون كل حدا استفاد منا واللي عم يسمعنا اكيد باذن الله. باذن الله ان شاء الله. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. مثل ما تابعتوا وسمعتوا مشاهدينا قرارات وتوضيحات كثير مهمه كانت مشكوره عليها الاستاذ بسام صراحه فيما يتعلق ب كل من حدا وحابب يكمل ويتابع بالتعليم او يعني التحاق بدوره من دورات الموجوده في المدارس التركيه المتخصصه بتعليم قياده السيارات او قياده المركبات التركيه. هلا صار الوقت، لسه احنا معنا وقت تقريبا، صار الوقت لحتى نعرف رايكم ونستقبل اتصالاتكم متابعينا ونشوف شو في عنا اراء. مثلا انتم شو في كان حابين تحكوا فيما يتعلق بالقرارات اللي صارت وطلعت مؤخرا سواء كان من الرئيس التركي او حتى القرارات المتعلقه بالتربيه التركيه، فيكم تتواصلوا معنا مباشره على الارقام 0352 234 16 وايضا 0352 234 17. نحن هلا جاهزين لنستقبل اتصالاتكم، ناخذ ارائكم فيما يتعلق بالقرارات مؤخرا اللي طلعت بما يتعلق بتجديد الحظر وتجديد شوي من الاجراءات المتبعه وكيفيه العمليه اللي ممكن تكون لاستقبال شهر رمضان المبارك، سواء فيما يتعلق بالعموم المدن التركيه او حتى بما يتعلق بالمقاهي والمطاعم والكافيات. طبعا نحن بدنا نعرف او بدنا يعني يكون ببالكم انه نحن هلا لسه عندنا اسبوعين تقريبا لرمضان، في ممكن خلال هالاسبوعين مع بدايه رمضان يرجع يكون في اجتماع وترجع يكون في قرارات اخرى. اكيد رح نعرف شو ممكن يصير الايام الجايه، ان شاء الله بتكشف لنا هذا الموضوع. رح ناخذ اول اتصال اجانا. يا صباح الخير. خير الخير، اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك، كيفك، شو اخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. الله يسعد اوقاتك يا رب، ان شاء الله يا رب تكون بسعاده وسلام يا رب. شكرا كثير لك. بالنسبه للحظر كان لازم من زمان، كان لازم يوقف، لانه وقت الوقف صراحه في كثير ولايات طلعت من الصفراء للبرتقاني ومن البرتقاني للاحمر. صحيح. هذا الشيء صار انه الجو صار حلو. نعم نعم. مثلا نحن هلا هون في أضنة، انا في أضنة، انا عايش في ولاية أضنة. شو درجات الحرارة عندكم هلا؟ شو بنور؟ ها في 20 درجة، في أكثر من 22 درجة كمان. معناتها زهر الربيع على الطرقات والورد كله فتحت. يعني والله العظيم يكون على الفيسبوك في عندنا صورنا لأصور هلا قدام البحر قدام. صادق أكيد. وبعدكم خضار وشمس مو طبيعي، شمس حدي ما شاء الله. معناتها وكانت الحركة، أنتوا أصلاً كان بأضنة ما كان عندكم يعني سبت حظر؟ لا ما كان عندنا حظر، لا سبت ولا أحد. أيوة. كانت الأصفر صارت للبرتقاني، وهذا الأسبوع هذا الأسبوع صارت للبرتقاني. أيوة، معناتها صارت بمرحلة عالية الخطورة، احتمال بعد فترة ترجع لشديدة الخطورة تصير. هلا يوم السبت احنا عندنا حظر بس الساعة 9 المساء للخمسة. أيوة نعم بالضبط. طيب هيك رأيي انه كان لازم الحظر ما كان يشيلوه. يعني انت فكرك انه هي الحركه تبع انه الحظر تخفيف القيود وفتحه المطاعم، عوده المطاعم، عوده الحركه، الازدحام اللي عم يصير بالطرقات بسبب مثل ما قلت ممكن تحسن الطقس، كلياتها عوامل عن جد كانت عم تزيد من عدد الاصابات. بالضبط بالضبط. طيب انا بدي اتشكر مداخلتك عن جد، هي بالفعل الله يهنيك الجو انه صار عندكم صيف، نحن هلا عندنا مطر لسه باسطنبول، ان شاء الله الله يهنيكم يا رب ويبعث الخير عنا وعندكم باذن الله. شكرا لاتصالك.
أكيد نحن متابعينا باستمرار، مستمرين طبعا لحتى نستقبل اتصالاتكم على الأرقام 0352-0344-16 و0352-0344-17. فيكم تتواصلوا معنا مباشرة لنشوف رأيكم بهذا الموضوع. أضنا والولايات الجنوبية والولايات اللي أصلا هي كانت مو ضمن المنطقة البرتقالية اللي هي منطقة عالية الخطورة اللي كان مستمر فيها الحظر سبت وأحد بالأيام السابقة، ورجع بعدين أنه ارتفع الحظر. هي أصلا أضنا كانت ما فيها حظر، بس مع ذلك عم يقول أنه الأعداد عم تتزايد بالإصابات. نتمنى نحن السلامة للجميع، وإن شاء الله يكون هالاتخاذ التدابير الجديدة يكون عامل بأنه نخفف شوي من أعداد الإصابات اللي عم توصل ل 30 ألف تقريبا صارت باليوم. رح ناخذ اتصال أحمد. يسعد صباحك يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك يا أحمد. الله، كيف أمورك؟ إن شاء الله تمام. الحمد لله، الحمد لله، الله والله. آمين يا رب. والله بإجازة هو أكيد بسلم عليكم، نوجه له نحن كمان تحياتنا له. أحمد، أنت من وين عم تسمعنا؟ من اسطنبول عم تحاكينا؟ من وين؟ من اسطنبول. حلو، كيفك مع هالمطرات اليوم اللي كانت الصبح؟ الجو كثير حلو. الجو هو صحصحت شوي، يعني ما بقول من ناحية الغيم والمطر، وإنه من ناحية درجات الحرارة شوي، إذا فينا نحكي. الله يبعث الخير. هات لشوف أحمد، شو رأيك أنت بهالقرارات؟ أنت كنت متوقعة ولا بتقول إنه مثل رأي المتصل اللي قبل كان يقول إنه تأخرنا أصلاً فيها؟ القرارات طبعا متوقعه بسبب العدد العتزايا، بسبب الاهمال اللي عن بعض الناس. ايوه، القرار فيه ناحيه واحده بس انا ما يعني مالي معاه، هي انه صلاه التراويح منعوه. يعني قرار شو؟ ما سمعت والله. صلاه التراويح برمضان. ايوه نعم. طيب عفوا، يعني مواصلات عصير المترو ولا الباص ولا الدنوس مثل ما تبعنا المخلل او المبدوس معانا فوق بعضها. والله صحيح، هذا بيعمل اي شيء. طب الصلاه يا اخي، الصلاه اكثر الناس التزاما بالتدابير ان اهل المساجد، الله يجعلنا منهم دائما. امين. يعني انا بروح على الجامع، بروح على الجامع بلاقي الاختيار اللي بيزور على بنشي معه كيسه في الداخل. تمام. نعم. في الداخل. المسافه بين المخلل الثاني متر. يعني احنا كنا نحسن مثلا بالتراويح، اذا بيصير زحمه جوات المساجد في الساحات العامه، الجو اكيد ان شاء الله لرمضان يعني راح يصير كويس، خرج واحد يصلي برا. يعني هلا هو بصريح العباره، ما بعرف انا حسب ما بعرف انه ما حكى الرئيس التركي امبارح انه ما في صلاه تراويح. انا سمعت انه عن المطاعم والمقاهي، بس نحن اذا بدنا نفسر تفسير منطقي انه نحن صلاه التراويح بتصور باسطنبول الساعه 9 لازم تكون تبلش، واصلا في عنا الساعه 9 حظر. ايوه، هذا الحكي، هذا الحكي انه ينحظر في هذا الموضوع. هلا نحن الايام العاديه حتى لو في حظر عم ننزل على الصلاه على الارض، بنصلي الفرض وبنطلع من الجامع، حتى اذا جاب الشرطه بنقول له رايح على الجامع ما بيحكي شيء، هو ممنوع. حلو. بس هو مشان التراويح، نحن عم نستنى كنا رمضان عشان التراويح، يعني هي نفحات ايمانيه ووقت تجمع المسلمين، يعني واحد كان مرتاح نفسيا. يا سيدي ما بنعرف، يعني انا هيك عم اقول، انا لسه متفائله، يعني ما بدي اقول انه ان شاء الله يا رب ما يكون في تراويح، بس بنفس الوقت يعني دائما نحن بنحط بعين الاعتبار انه ممكن يصير هالسنه كونه مثلا اذا فتحوا التراويح ممكن ما يصير، عن جد اخذ بعين الاعتبار هالتدابير، التباعد، ممكن بعيد الشر كمان يصير في تزايد بالاصابات. الإهمال موجود عن بعض الناس طبعا. نعم نعم. بيوتهم مو بس الناس. أيوة. حتى بيوتهم في إهمال، مضبوط كلامك. صحيح صحيح. الله يرفع الغمة عنا ويرفع البلاء يا رب. آمين يا رب. أنا بدي أتشكر كثير مداخلتك يا أحمد، إن شاء الله يا رب هيك الله يستجيب دعائك ونقدر نحضر التراويح هالسنة يا رب بالجوامع هالطقس الرمضاني الجميل. آمين آمين يا رب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يا أحمد. يعني آراء حلوة كتير عم تجينا، تعليقات فيما يتعلق بموضوع القرارات يلي صدرت مؤخرا فيما يتعلق بتجديد عمليات أو أمور الحظر، الإجراءات الاحترازية، قرارات اللي كانت من قبل الرئيس التركي. بدي أذكر بس بأرقام التواصل اللي فيكم لسه لحد الآن احنا قادرين انه نستقبل اتصالاتكم على الرقم 0352-0344-16 و0352-0344-17. موضوع صلاة التراويح بحد ذاته صراحة احنا ما بنعرف اذا يعني عن جد ممكن يكون في حظر،
ما وضحت لسه الآلية، أكيد الأيام الجاية حيتم تأكيد هذا الموضوع، بس اللي أكده مبارح الرئيس التركي أنه أكيد المطاعم رح ترجع تسكر، ما رح يكون في بعض العائلات، ونحن كلاتنا كمان من ضمن طقوسنا اللي كنا نعملها في بعض الأشخاص بحبوا يتغدوا بالمطاعم، يعني يفطروا أو يتسحروا بأحد المطاعم والمقاهي بتكون الموجودين. يعني هالسنة كمان ما في هالطقس. حناخد اتصال جديد. مصطفى يسعد صباحك يا مصطفى. يسعد صباحك. صباح الخير. صباحك يا رب. أهلا وسهلا. كيفك يا مصطفى؟ إن شاء الله بخير. الله يحفظك. الحمد لله. دعيكم الله بخير. بخير. الله يسلمك. مصطفى أنت كمان باسطنبول. نعم. كيف الجو؟ إن شاء الله هيك مبسوط فيه. والله ما شاء الله اليوم الجو ما شاء الله يبشر بخير إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. طيب شو رأيك أنت بهالقرارات؟ يعني حاسس إنه كمان هي بشرة خير بحيث إنه تخف بقى أعداد الإصابات وتنزل ترجع؟ والله إن شاء الله إحنا ما نقطع الأمل من الله عز وجل إن شاء الله تعالى. الله يبشرنا بالخير إن شاء الله. بده كمان إجباري واحد يأخذ تدابير. حلو. الوقاية. شان سلامتنا وسلامة المواطنين كلهم يعني. طيب أنت شو رأيك بكلام أحمد كان عم يقول إنه نحن طيب نطلع بالمواصلات العالم فوق بعضها، نروح الأسواق كمان العالم عم تدافش مدافشة، يعني ما برأيك إنه هدول القصة يعني كان أولى إنه يتم مثلا تحديد تقييد حركة المواصلات أو شيء معين بهذا الخصوص؟ والله يا أخت هلا يعني كلام مضبوط أخ أحمد. اغلب التراموي والاطارات والمواصلات كلياتهم عم يسببوا زياده في عدد الاصابات. نعم صحيح. يعني لان في المكان اللي نشتغل احنا في عندنا تباعد وحاطين الكمامات. حلو. يعني عم ناخذ تدابير. بس اما مساله المواصلات هي اكبر شيء عم بيصير. بتحس انه لانه اصلا يعني دائما الباص عم يركب فوق طاقته، ما عم يلتزم باصلا القرارات اللي كانت سابقه انه ما بصير لازم يكون في نسبه استيعابيه معينه. الانصراف. نعم بالأخص وقت الانصراف وقت الدوام الصبح عم يصير زحمة كثير. بعد إذنك في عندي سؤال أنا صغير. تفضل. هو الله يتفضلك هو تكلم عن شان شهادة السواقة. أي. أنا عندي شهادة تافع سوريا بس ما عندي إياها هون، طلبت من أحد أقاربي هناك يطلع إياها. فردت لي الخبر، فردت لي الخبر امبارح إنه لا بقى تطلبها وفي عليك إشكالات. لا بقى تطلب الشهاده، ليش في عليك اشكالات؟ طيب شو هن يعني مثلا شهاده السواقه هي فيك، شهاده التاسع من التربيه فيك تطلعها بكل سهوله. تمام. راح بح على الامتحانات. شلون فبدي يطلع لي الشهاده، راح عليه وقال له بنصحك يعني حتى خبرني قال لي كنت روحتني بدعيه. ايوه انا شو في علي انا؟ يعني انت عليك شيء يعني حتى بتصور يعني اللي محكومين عليهم باحكام معينه ما بيصير. انا حتى عسكريه ما لي خدم. انا حتى عسكريه ما لي خدم لاني عندي اعفاء. طيب انت واثق بهذا الشخص اللي بعته؟ يعني ممكن نعم مثلا نعم تقدر تبعت هو شخص هو مغرب تاني. هو عمي يعني هو عمي يعني مو غريب. والله امر غريب. طب انا شلون كيف بدنا نعمل احنا هيك مشان شهاده السواقه نقدم اذا هنيك مثلا ما طلعوا لنا شهاده التاسع؟ فهمت عليك. طيب بركي ان شاء الله نحن بنحاول نحول هذا السؤال ل بتصور بالقانون، ممكن هذا البرنامج يكون. والله بكون ممنون كثير. تكرم عينك. انا رح اسجله وابعته فورا للشباب وان شاء الله بركي بيلاقوا لك كيف ممكن استفساء هي يوجهوك لهذا الاستفسار بالطريقه المناسبه يا الله يجزيك الخير مصطفى. الله تكرم عينك. شكرا. الله يخليك. الله يعطيك العافيه. تكرم عينك. اهلا وسهلا فيك يا مصطفى. اهلا وسهلا فيك. طبعا متابعينا هي كانت جملة الاتصالات اللي جتنا اليوم، اتصالات متنوعة، ردود مختلفة فيما يتعلق بتجديد هاي الإجراءات أو كان لازم يكون هذا الشيء من زمان، يمكن كان فترة التجريب ضرورية لاستطلاع أعداد الإصابات قديش ممكن توصل. نتمنى إن شاء الله بعد هالإجراءات اللي صارت والتقييد الجديد يتم في عملية يعني مباشرة تنزل أعداد الإصابات حتى أعداد الوفيات. نتمنى نحن السلامة من قلبنا، السلامة والصحة والعافية للجميع، لأنه هذا المرض والله صعب صعب يعني صعب ومتعب للغاية، وكتار من الأشخاص اللي فقدناهم بسبب يعني ما قدروا يتحملوه أصلا، مو استهتاروا، نحن عم نقول ما قدروا يتحملوه بسبب قديش هو مرض خبيث حقيقة. نتمنى السلامة والصحة للجميع. أكيد متابعينا هي كانت ساعتنا الأولى بفقراتها المنوعة واتصالاتكم وفقرتنا التفاعلية انتهت، وصار الوقت لنطلع لفاصل إعلاني وبنرجع بعده أكيد موجز في عنا موجز لأهم الأخبار مع زميلنا زاهر أكرم، وبنرجع بعده لنبلش بساعتنا الثانية. خليكم معنا.
العاشرة صباحا بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. أينما كنتم حلويات السلطان معكم، نعبر معا كل الحدود لنأخذكم بالنكهة الفريدة إلى أيام الزمن الجميل. نصنع بأمهر الأيادي الخبيرة حلويات السلطان الحائزة على جائزة أفضل مذاق بالعالم. هاتف 0552-32-23-106. موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. موجز العاشرة من مسك للإعلام، أهلا بكم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقر إعادة فرض حظر التجول يوم السبت في الولايات التي تشهد ارتفاعا بوتيرة الإصابات ومنها اسطنبول، ويعلن أن عمل المطاعم والكافيهات في شهر رمضان سيقتصر على خدمات التوصيل. وزارة الداخلية التركية تؤكد عودة حظر التجول بين 9 مساء والخامسة صباحا في عموم تركيا على مدار الأسبوع، وستكون الولايات المنخفضة والمتوسطة معفية من حظر نهاية الأسبوع. قوات الأمن تطلق عملية واسعة للقبض على 115 مشتبها به يتبعون لتنظيم جولن الإرهابي في ولاية اسطنبول التركية. شركة شاومي الصينية تفتتح رسميا مصنعا جديدا لتصنيع الأجهزة الذكية في منطقة أفجلر في ولاية اسطنبول، وهو رابع أكبر مصنع للشركة. إنقاذ 150 طالب لجوء أرغمتهم السلطات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في ولايات إزمير ومغلا وبلك أسير وآيدن. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم، زورونا في فرعنا الجديد بشك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة اسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية.
نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. مسك عم تعالى هالراي، لمحبتنا أحلى حكاية، إيد الطبطب جرح وهم، إيد تغني فرحة لب، إيد ترسم بكرة أحلى، خطط للأيام الجاي. مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، العيش معاها مسك بكل لحظة بنسمعها، مع مسك يومك مش عادي. مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، مسك الفرحة بغربتنا سوا، مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، مسك الفرحة بغربتنا. تجمعنا
أهلا وسهلا فيكم متابعينا بساعتنا الثانية من مشوارنا الصباحي بصباحك مسك. مثل ما خبرناكم بمقدمة البرنامج أنه اليوم عنا موضوع جدا مهم، وهو كيفية التجنيس والحصول على الجنسية التركية من خلال التملك العقاري والاستثمار العقاري. ضيفنا اليوم هو الأستاذ المحامي زياد عجان الحديد، مدير الشؤون القانونية في شركة غرس. بدي رحب فيك أستاذ بسام. زياد أهلا وسهلا فيك بالاستوديو، منورنا اليوم. حياك الله أستاذي هالي، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ زياد. صراحة أكثر من الأشخاص بيطمحوا أنه يحصلوا على الجنسية التركية، لكن طرق الحصول على هي الجنسية عديدة. لو من سلط الضوء عليها، لكن لو تكون غير طريقة التملك قبل ما نبلش بموضوع التملك ونحكي عنه بالتفاصيل أكثر بمحاورنا الجاية. أتاحت القوانين التركية بشكل عام لكل الأجانب من حق التقدم والحصول على الجنسية التركية. جميل. عن طريق عدة طرق. الطريقة الأولى هي الإقامة على الأراضي التركية لفترة معينة من الزمن. نعم. فترة الإقامة تختلف حسب نوع الإقامة، فمثلا لو كان الإقامة السياحية أو الطلابية أو العقارية فيجب مضي 8 سنوات من الحصول على هذه الإقامة. أيوة. في حال إقامة العمل 5 سنوات ومن ثم يستطيع حاملها التقدم الحصول على الجنسية التركية. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية من لديه أصول عثمانية، أي شخص لديه أصل عثماني. جميل. يستطيع بموجب هذا الأصل التقدم للحصول على الجنسية التركية. ثالثا الجنسية التركية عن طريق التبني، وهذا كان هذا التبني يمكن حكينا عنه، كان موضوع حلقة سابقة. صحيح صحيح. استضفتنا هنا عبر قناتكم الكريمة يعني. نعم. وتكلمنا عنه. نعم. بشكل مفصل تمام. أيضا عندنا الجنسية التركية عن طريق الزواج، سواء من مواطن تركي أو مواطنة تركية. أيوة. خامسا التجنس عن طريق قرار استثنائي، كما هو الحال في الجنسية عن طريق الاستثمار العقاري بمبلغ 250 ألف دولار. أيوة. والإيداع البنكي 500 ألف دولار. وكما حال الأخوة السوريين في الحصول على قرار التجنيس بشكل استثنائي. أيوة. وهناك طريقة تهم أو تخص الأتراك على وجه الخصوص، وهي الجنسية عن طريق إعادة الاعتبار. إعادة الاعتبار؟ نعم. ما المقصود في إعادة الاعتبار؟ يعني يوجد أتراك خارج تركيا. أيوة. تنازلوا أو تخلوا عن الجنسية التركية. بعد فترة يستطيعون تقديم طلب بإرجاع الجنسية الأصل واستعادة الجنسية. نعم. الجنسية. نعم. هذا بشكل عام الطرق. طرق متنوعة. نعم. وطرق عديدة. نعم. ممكن يكون أغلبها سهل بالنسبة لبعض الأشخاص. نعم. وخاصة فيما يتعلق موضوع الإقامة أو حتى أذونات العمل. طيب إذا بدنا نحكي أستاذ زياد عن شروط الحصول على الجنسية التركية، وهو محور موضوعنا لليوم، عن طريق التملك. نعم. شلون بيقدر الواحد يحصل عليها؟ الجنسية التركية عن طريق التملك العقاري شرط أساسي، وهو الشراء عقار بمبلغ 250 ألف دولار. أيوة. وتسديد قيمة هذا العقار. سواء بمبلغ 250 ألف دولار أو بما يعادله بإحدى العملات التركية الأخرى. ويتم احتساب حلو. سعر صرف بتاريخ التسديد. حلو. نعم. حلو حلو. إذن هي المفتاح الأساسي لموضوع التملك. نعم. إذن لازم يتم شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية. نعم. الأخرى. نعم. وبيتم احتسابه مثل ما ذكر. نعم. طيب نبلش بخطوة خطوة. نعم. في خطوات أكيد عديدة لمسألة الحصول على الجنسية، خلينا نحكي، والتقديم على هي الجنسية التركية عن طريق التملك العقاري. نعم. شو لازم الشخص يعمل لحتى يبلش بهي المسألة؟ طيب. أستاذي هلا، نبدأ من الخطوة الأولى. بعد إتمام شراء العقار. نعم. واستخراج الطابة والحصول على سندات الدفع، إما لشركات البناء أو لصاحب العقار الأساسي يعني التركي. أيوة. يتم بداية تقديم طلب المطابقة. وهو أيضا موضوع مهم في هذه الحلقة. المطابقة. المطابقة. المطابقة وهي تعني وضع الإشارة على العقار لمدة 3 سنوات. أيوة. وعدم التصرف في هذا العقار خلال هذه المدة. أيوة. من بعد التقديم على المطابقة أو فترة صدور المطابقة تستغرق من 10 أيام حتى 45 يوم. أيوة. فترة صدور المطابقة. هي الأمر وين بيتم؟ بالطابة. يتم بإدارة الطابة. في إدارة عامة الطابة. أيوة. نعم. من بعد صدور المطابقة تأتي المرحلة الأولى،
من مراحل الجنسية التركية عن طريق التملك والتي تبدأ بداية بتقديم إقامة المستثمر. تمام، لازم يبرزها بقى. إقامة المستثمر أمر ضروري في مراحل التجنيس عبر التملك العقاري. طبعا كثير من الأشخاص بيتسألوا، أنا مثلا عندي إقامة سياحية، أنا عندي إقامة عقارية قبل طبعا هذا الأمر لا يؤثر نهائيا على موضوع الإقامة السابقة. نفس رقم التيجي الموجود على الهوية السابقة يتم وضعه على إقامة المستثمر. جميل. لكن قيودها في الدولة إقامة مستثمر. أيوة، وهي إقامة قصيرة المدى. تغيرت، معناتها تغير نوع الإقامة. تتغير نوع الإقامة. هي بشكل حصري يمكن ومؤقت كمان. طبعاً بشكل حصري ومؤقت. أيوة. تتراوح ما بين 3 أشهر حتى السنة. إقامة المستثمر. طيب هلا هي بعد خلينا نفرض إنه خلصت المدة ولسه ما يعني مثلاً أصلاً الجنسية. ممكن نستطيع تقديم طلب تمديد للإقامة. حلو. وهذا يعني الأمر جائز وحصل مع كثير من العملاء. نعم. عندما نأتي ونقدم إقامة المستثمر، جميل. خلال هذه المرحلة نقوم بتجهيز الأوراق اللازم إبرازها من أجل تقديمها لإدارة التجنيس. جميل. فما هي أهم الأوراق الضرورية لهذا الأمر؟ لابد من وجود شهادات ميلاد لكل أفراد العائلة، شهادة الميلاد لكل أفراد العائلة، مو بس للمستثمر، للمستثمر وللزوجة. أيوة. وللأولاد شهادة ميلاد، شهادة الميلاد. ولادة. نعم. نعم. ولا بد من وجود عقد الزواج. أيوة. ولا بد من ترجمة جوازات سفر ويكون فيها صلاحية على الأقل لمدة 3 أشهر. نعم. بالنسبة لشهادات الميلاد وعقد الزواج يجب أن يكون مصدقين أصولا حتى يتم اعتمادهم في تركيا. مثلا تم استخراج شهادة الميلاد من العراق. نعم. يتم تصديقهم من وزارة الخارجية ومن ثم القنصلية التركية. أيوة. في حال تعثر تصديق القنصلية التركية في أي بلد يتم التوقيع عليها والمصادقة من قبل القنصلية العراقية مثلا في إسطنبول. أيوة. ومن ثم الوالي حتى تصبح صارت المفعول. نقط مهمة. نعم. للغاية. في حال تقدم شخص أعزب بطلب الحصول على الجنسية التركية، وهذا حسب التعديلات كمستثمر. نعم، كمستثمر. حلو. وهذا حسب التعليمات الأخيرة من إدارة التجنيس. لو تقدم الشخص وهو عازب بطلب الجنسية عن طريق الاستثمار العقاري. نعم. لابد من إضافة إلى شهادة ميلاد أي وثيقة تثبت الحالة المدنية، وثيقة مستقلة عن شهادة ميلاد تذكر فيها بأن فلان حامل الجواز رقم كذا، قيد نفوس بيقولوا لها، هو عازب. أيوة. ممكن نحن نقول قيد نفوس، بيان الحالة المدنية. عند وصول المطابقة و استلام الأوراق وتجهيزها سواء من الترجمة وتصديقها من النوتاري يتم تقديمها لإدارة التجنيس. إدارة التجنيس تقوم بفحص المستندات ومن ثم الحصول على البروشور النفوس الجنسية وبدأ أنه يبلش بالمراحل الطلب. طبعا العملاء، غالب العملاء بيسألوا كم يستغرق مدة الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار العقاري. من تاريخ الحصول على المطابقة الأمر يستغرق 90 يوم. من تاريخ الحصول على المطابقة اللي هي أصلاً بين 15 وقلت لنا لـ45 يوم. تمام. إذن لازم يبلش من هون. نعم. يعد يعني لازم يمر 3 أشهر. ها. بشكل عام. أيوة، 3 أشهر. نعم. إذن هي نقطة مهمة للغاية ولازم نوضحها. طيب هلأ إذا بدنا نحكي عن موضوع متصل وسياق متصل، أصلاً المستثمر كمستثمر حابب أصلاً هو يعني كمان صحيح بده الجنسية التركية، لكن هو بده يعرف وين العقار اللي حياخده، مكان هذا العقار، شروط أصلاً تملك. نحن بنعرف رقم المبلغ المطلوب 250 ألف دولار. طيب بس ما في شروط تانية يا ترى؟ الشرط الأساسي هو بالنسبة للاستثمار العقاري هو المبلغ 250 ألف. يعني ما بيهم المكان، ما بيهم أي مكان، ما بيهم. أيوة. سابقا قبل طبعا التحديث الأخير بقانون الجنسية. نعم. لعام 2018 كان المبلغ 1,000,000 ليرة تركي، فالتعديل الأخير صادر بتاريخ 2018 طبعا بتاريخ 19/8/2018. أيوة. المبلغ هو 250 ألف دولار. أو يعني ما يعادله بأحد العملات الأجنبية الأخرى بغض النظر وين كان موجود، بغض النظر عن أي مكان للعقار. سؤال بيخطر على بالي، أنه مثلا أنا إقامتي إسطنبول. نعم. بس بدي أشتري بيت كمستثمر خليني أقول بترابزون. لا يمنع هذا الأمر. لا يمنع هذا الأمر. وما بيكون في مثلا إعاقة أنه لا أنا يمنع إقامتي هذا الأمر هيك نهائيا.
ومكان لا يمنع لا. حلو حلو جميل ان شاء الله يا رب. يعني هو افتراضا بس بنحكي بموضوع نعم. يعني الامثله لحتى نقرب الموضوع اكثر. طيب استاذ زياد، بالفعل بتاريخ 22 من الشهر الحالي نحن صدر قرار من رئاسه شؤون الاجانب لدائره الطابوق التركيه لتوضيح بعض النقاط بموضوع التجنيس عن طريق التملك، وذلك بسبب ظهور العديد من طرق الاحتيال على القانون. نحن حكينا تحت الهواء شوي من هالتفاصيل، حابين نستوضح اكثر ونخبر المشاهدين والمستمعين عنا شو تفاصيل هذا. استاذ هلا، طبعا صدر من اداره شؤون الاجانب التابعه لاداره الطابوه القرار رقم 831936 بتاريخ 22/3 لعام 2021. بعض النقاط الاساسيه والتي كانت موجودة سابقا لكن أصبحت الآن الدولة وخصوصا إدارة الطابو بتعقب والتأكد من صحة هذا الأمر. أيوة. النقاط الأساسية خلينا نوضحها فعلا. بداية بالنسبة للنقطة الأولى، تقول لا يمكن للشخص التركي للشخص الأجنبي الحاصل على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري هو أو زوجته أن يقوموا ببيع العقار لأجنبي آخر بقصد الحصول على الجنسية التركية. وإن إدارة الطابو ستقوم بالتأكد من صحة هذا الأمر بمراجعة الإدارة العامة للنفوس. يعني أكيد مارق عليها هيك قصص لحتى أصدرت طبعاً هذا القرار. طبعاً هذا الأمر كله بسبب عمليات اللي بتصير النصب والاحتيال مع كل الأسف. للأسف. نعم. للأسف. الأمر الآخر لا يمكن أن يكون العقار الذي تم الحصول عليه أو من خلاله على الجنسية التركية أن يكون مسجلا سابقا باسم الأجنبي أو زوجته أو أولاده أو على اسم الشركة التي هو شريك فيها. يعني هذا تفصيل خطير صراحة، يعني لازم يكون بعيدة كل بعيد البعد عن هذا الأمر الجانب. نعم. أيوة. تمام. الأمر الآخر لا يمكن بيع العقار بعد 3 سنوات من وضع الإشارة عليه، حتى لو يعني قضت هذه المدة، بتعرف أنها فترة المطابقة اللي هي توضع العقار لمدة 3 سنوات. صح، حتى اللي بيحطوا عليه إشارة 3 سنين. حتى اللي بعد 3 سنوات ما بيصير يبيع هذا العقار لأجنبي آخر بقصد الحصول على الجنسية. وفي حال إعادة العقار إلى الشركة الأصلية يعني المنشئة. نعم. أو إعادة بيع لأجنبي بقصد الحصول على الجنسية التركية لابد من موافقة الإدارة العامة للطابو لهذا الأمر. أيوة. لابد يعني من الحصول على الموافقة من هذا الأمر. تحس تعقيدات يعني كأنه لأنه عم دارسين الجوانب اللي عم تجي. هذا قلت لك هذا الأمر بسبب العمليات التزوير. نعم. والمشاكل اللي عمال تقع فيها أغلب المستثمرين وخصوصا بموضوع التقييم. طبعا نحن دائما نعرف كل فترة الدولة عم تقوم بعمليات ملاحقة الشركات التقييم، لأن في كثير مشاكل. صحيح. يعني مثلا عقار قيمته الحقيقية لنفرض 100,000. طبعا أستاذ هلا بدي أحكي بكل صراحة ومصداقية عن طريق هذه القناة، يعني نحن الآن مثلا مستثمر أو نلاحظ إعلانات وجود مثلا أحصل على الجنسية التركية بمبلغ 100,000 دولار وبزمن قياسي وبزمن شيء. طيب يا أخي، أنا إذا الدولة محددة هذا الأمر بمبلغ 250,000 بالضبط، أنت شو عملت ملكني يعني ب100,000 دولار؟ العملية فيها تلاعب على القانون. شلون أنت كشركة أنا بجي أشتري من عندك عقار، تمام، العقار قيمته الأساسية 100,000 دولار، لكن أنا عمليا بحول لك 250,000 دولار مشان اخذ وصل التحويل. ايوه. كونك انت البائع وبنفس الوقت بترجعي لي 150، ايه، وبتفق مع شركه تقييم اخرى باستنادا لهذا الايصال بان تقيم لي العقار بمبلغ 250,000. طبعا هذا الامر يعني سنه سنتين ثلاثه اربعه اخر شيء راح ينكشف. راح ينكشف اكيد. وبننصح كل المستثمرين بشكل عام عدم اللجوء لهذا الامر والحذر، كل الحذر من شركات النصب والاحتيال اللي بتسمي حالها الشركات العقارية أو وبعناوين جذابة وبراقة. نعم. بتخليك إنه أنت تتحمس، وكتار من الأشخاص. نعم. خاصة اللي بيكون خارج تركيا ممكن يلفت نظره هذا الموضوع ويقول لا عن جد خليني أجرب. والأهم من ذلك وتورط من يوم الغد أصبح تدقيق الملفات لكل الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية عن طريق الاستثمار العقاري
بتدقيق ملفاتهم رغم حصولهم على الجنسية التركية. يعني بعد ما حصلوا خلصوا واستلموا الهويات والجوازات، ممكن بعد سنتين، ممكن بعد ثلاثة، ممكن بعد أربع سنوات يتم هذا الأمر. طب خلينا نفكر بنقطة مهمة استاذ زياد. على فرض اكتشفوا من عدد ما من المستثمرين أنه عن جد دول الأشخاص حصلوا على الجنسية بطرق خلينا نقول غير نظامية 100%، هون ممكن تنسحب الجنسية ولا ممكن يكون في إجراءات معينة العلاقة بالعقار بذات مباشرة نفسه؟ يتم سحب قرار تجنيس مباشرة، ما يعني في لعب أبدا. ممكن لنفس الشخص يتلاحق جزائيا أو إداريا بمعنى الدخول إلى تركيا لمدة 6 سنوات. أيوة. هذا الأمر طبعا ضروري. يعني ما في لعب أبدا. نعم. أبدا بهذا الموضوع. مثل ما قلت يعني مو شغلة إنه الواحد خلاص أمن لا حصل على الجنسية خلاص أخذ الجواز. ولذلك يعني على كل العالم اللي عم تيجي لهون لتركيا. نعم. يعني غالبه أجنبي عن تركيا. كقوانين هذه الأمور البسيطة. يعني ما بيعرف او ما حد مطلع عليها تمام. وكثير قلت لك الشركات اللي عم تلجا لها الاسلوب هذا انه ادفع مبلغ 100,000 دولار وحصل على الجنسيه التركيه وخلال الفتره. صح يعني ممكن انت تحصل على الجنسيه التركيه بس ولكن بطريقه غير قانونيه بالفعل. نعم. واكيد حتسبب له مثل ما قلت مخالفات وممكن تورطه بامور ثانيه. طب هلا اذا بدنا نختم حديثنا بنصائح جوهريه. مرينا شوي عليها بس نحن بنركز عليها اكثر لحتى كل حدا عم يسمعنا هلا وخاصه من الاشخاص اللي خارج تركيا اللي حابين يتملكوا وايضا يحصلوا على الجنسيه من خلال التملك. استاذي هلا نختم هذه الحلقه بنصيحه لكل المستثمرين سواء الاجانب ام العرب في تركيا. اولا انت قبل ما تجي تستثمر في تركيا احسب القيمه الماديه اللي انت على اساسها بدك تشتري العقار. حلو تحدد العقار المراد شراءه، هل العقار بقصد السكن ام بقصد الاستثمار. في حال انا اشتريت العقار شو هو العائد اللي العقار رح يقدم لي هو؟ يعني تماماً. انا عم بدفع مثلا 250 بقصد استثمار، انا مو معقول عمليا ادفع 250 مشان احصل مثلا على 1000 ليره. ايوه التركي. حلو لان يعني كل منطقه بتعرف لها مكانها ولها شروطها. صحيح. والاهم من كل هذه الامور لابد من اختيار شركه عقاريه موثوقه. حلو. ليكون الخبير العقاري على تواصل مع هذا المستثمر بدايه. جميل. ولا بد ايضا من وجود المستشار القانوني، وهذا امر لا بد منه. جميل. وجود المستشار القانوني، ايش وظيفه المستشار القانوني؟ وظيفه المستشار القانوني تاكد من صحه الوثائق والبيانات، تاكد من صحه العقار، عدم وجود اي اشاره على العقار، عدم وجود اي مستاجر تمام، بما يضمن بما يضمن الحصول على الجنسيه التركيه باقل تكلفه وباقل وقت ممكن. والله يعني انت عن جد لخصت لنا الواقع، لخصت لنا الوضع استاذ زياد، وبنفس الوقت يعني خلص نورت كل شخص حابب عن جد يفوت هذا المجال. نعم. ويحصل على الجنسيه التركيه من خلال هذا واجبنا طبعا عن طريقكم وعن طريق هذه القناة. يعني. الله يسعدك يا رب استاذ زياد عجان الحديد مدير شؤون القانونية في شركة غرس. انا بدي اتشكرك بختام لقائنا، شكرا جزيلا لك على هالمعلومات. شكرا لكم استاذ هلا. اهلا وسهلا فيك. متابعينا هي كانت فقرتنا فيما يتعلق بموضوع الحصول على الجنسية التركية من خلال التملك العقاري والنصائح الذهبية اللي قدم لنا اياها الاستاذ زياد. صار الوقت لنطلع فاصل اعلاني وبنرجع بعده لنتابع بفقراتنا، خليكم معنا. طلعت شمس الضوء يا أهلا وسهلا، فنجان قهوة نسوي مع مسك بتحلى، نبدأ اليوم أمل جديد همتنا بتعلى، نمشي الدرب إيد بإيد مستقبل أحلى، مستقبل أحلى. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة
في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. لأول مرة في تركيا، أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553 45 59. عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551 339 275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا بفقرتنا الأخيرة اليوم بمشوارنا الصباحي صباحك مسك. فقرتنا اليوم فيها ألوان وفيها فرح وفيها سعادة وفيها كمان هيك روح جديدة وبهجة، فبألوان المبهجة وأشكالها المميزة وبشغفها بالتزيين والديكور استطاعت أن تضع السيدة السورية حبيبة الشبل اللبن الأولى لمشروعها القائم على تنظيم الحفلات وتنسيق المناسبات. المشروع اسمه بالوني بارتي. لنتعرف أكثر عن هذا المشروع، سبب التسمية، وشو أهم الأمور والأدوات اللي بحاجتها الأستاذة حبيبة. بإذن الله رح نتعرف عليها هلأ، حاليا صارت معنا على الهواء. يسعد صباحك أستاذة حبيبة. أهلا وسهلا أستاذة هلا، يسعد صباحك. وصباحك يا رب، يسعد لي أوقاتك يا رب. أستاذة حبيبة، نحن متحمسين كتير لنعرف شو هذا مشروع بالوني بارتي، لكن قبل حابين نتعرف باختصار على السيدة حبيبة. من هي الأستاذة حبيبة وبدايات فكرة مشروع بالوني بارتي؟ أول شيء أنا أحب أشكرك على الاستضافة وعلى البرنامج الجميل. أهلا وسهلا. أنا اسمي حبيبة يوسف الشبل، خريجة بكالوريوس تصميم داخلي. عشت حياتي بين السعودية وقطر وتركيا، يعني طفولتي ودراستي كانت في المملكة العربية السعودية. ما شاء الله. أحب الرسم والأشغال اليدوية، أميل للتزيين والتنسيق في مختلف الأشياء. ما شاء الله. طيب مشروع بالوني بارتي، نبلش ببدايات فكرة هذا المشروع. بدايات المشروع كانت شراكة بيني وبين أخي الأستاذ أسامة الشبل في قطر.
ما شاء الله. بدأنا فكرة المشروع حسنا أن الوسط بحاجة لمشروع يضيف لمسة جديدة للمناسبات للأفراح. فكان بداية المشروع اخترنا اسم بالوني بارتي. بارتي اللي هو الحفلات حفلة يعني وبالوني، لأنه كان تنسيق، كان تركيزنا في البداية على تنسيق البالونات وتشكيلها بأشكال جديدة وملفتة، من هنا جاء الاسم. جميل جميل جدا. استاذة حبيبة أنا خربطت يمكن بالتقديم، قلت أنه سيدة سورية، فحسب ما عم تقليلي أنت بالسعودية. أنا مصرية الأصل. مصرية الأصل. إيه. منوجه لك أكيد، منوجه لبلدنا الحبيب مصر كل التحيات. اهلا وسهلا، شرفني. اهلا وسهلا فيك. طيب استاذه حبيبه، لو نعرف المستفيدين من هذا المشروع، لو بنقدر هلا كمان الشباب لو بيقدروا يحطوا لنا صور عن اهم انجازاتك وما شاء الله الحفلات اللي انت بتقومي بتزيينها وانجازها، اول شيء مين هن الاشخاص المستفيدين من مشروع بالوني بارتي؟ من هم الشريحه يلي دائما بيطلبوكي لتجي تزينينا الأماكن والمكانات اللي هن مثلا حابين يتم تزيينها؟ نحكي أكثر عن هذا الموضوع. هو المشروع بيهم جميع مختلف يعني فئات المجتمع، يعني وبالأخص في إقبال أكثر من السيدات. حلو. لذلك إحنا أسسنا فريق خاص من البنات يعني لراحة وخصوصية السيدة، لما نروح نشتغل في بيت للحفلات المنزلية بيكون في راحة أكثر وخصوصية. برافو. بنعمل أيضا للمدارس والروضات، أحيانا بيجينا طلبات افتتاح محلات، أعياد ميلاد، حفلات أطفال، حفلات التخرج والنجاح، حفلات الخطوبة والزواج، وأيضا تجهيز حفلات. هلا حاليا بلشنا نشوف شيء من شغلك على الهواء مباشرة، طرق التزيين المفعمة بالألوان والطرق المبتكرة إذا فينا نحكي، ما شاء الله. يعني إذا أنت عم تشوفي معنا، ما بعرف إذا أنت عم تشوفي، فيك تشرحينا شوي من شغلك يعني أستاذة حبيبة؟ أنا يعني بحكم تخصصي دراسة وميول أيضا، وأخي الأستاذ أسامة الشبل أيضا عنده حس فني. حلو. فتنسيق الألوان بيكون عن دراسة وعن موهبة، يعني بنختار ألوان مناسبة. أيضا لما بنشوف المكان للعميل بحاول أختار ديكور مناسب يتناسب مع المكان، بحكم تخصصي أنا تنسيق الديكور. برافو. فجمعت بين الدراسة وبين الشغف والموهبة. ما شاء الله، واضح هذا الشيء. يعني أنا عم شوف المناسبات عم تتنوع بين مناسبات ولادات كأنه لأطفال أو مباركات أو زواج، مثل ما بشوف حتى هون شايفة هلال هلأ حاليا. الهلال هذا تصميم جديد في 2021. حلو. بدأته الفانوس الرمضاني، شغل هاند ميد، يعني أنا بشتغله بنفسي بيدي، تشكيل يعني شيء مشابه للشجرة بأغصان شجرة الصنوبر. يحتوي على 900 غصن، حجمه ارتفاعه 160 سنتي، يعني هذا تفصيل خاص للهيكل معدني ذهبي. برافو. ونفسه بالشجر، والحمد لله كان في إعجاب وإقبال عليه من محلات صالونات تجميل. في ناس أخذوه لبيوت. هلأ نحن عم نشوف فيديو للشغل للهلال الخاص بالهلال، واضح ما شاء الله. يعني أنت كأنه بالموضوع ما أنه والله مثلا ارتجالي، كله محسوب بالسانتي يعني والميلي اذا فينا نحكي. بالضبط، لازم يعني الشغل بيكون دقيق عشان اطلع شيء يعبر عني ويرضيني ويرضي بالتالي عميلي يعني اللي بيستقبل مني الخدمه. رائع، ما شاء الله حولك، واضح يعني بالصور والفيديوهات اللي نحن هلا عم تنعرض مباشره. استاذه حبيبه، اذا بدنا نقول يعني حسب ما عم بسمع منك انه انتم فريق، يعني انت واخوك هلا مبدئيا، وعندك قلتي بالمقدمة أنه عندي أنا فريق بيروح من الفتيات، طب معناتها الموضوع كأنه عمل جماعي؟ أي أكيد في فريق تحت تدريبنا، وأنا كل فترة بضم مجموعة جديدة نعمل لهم كورس تدريبي. برافو. حتى نوسع المشروع أكثر ونشمل ناس أكثر، و في الخطة توسع إن شاء الله يعني إلى ما لا نهاية. ما شاء الله ما شاء الله. طيب هلأ إذا بدنا نبلش، قطر ما زال مستمر ويعمل يعني مع المسؤول أسامة في قطر، ما شاء الله يعني ومن في نجاح وتطور مستمر ما شاء الله. والآن الفريق في تركيا أيضا إن شاء الله سيحقق نجاح أكثر، يعني أصبح الموضوع تنافس بين الفرع في تركيا وفي قطر. هلأ عمر المشروع بتركيا سنة؟
من في تركيا بدأنا في 2020 لكن في قطر من 2018. ما شاء الله ما شاء الله، نتمنى لكم أكيد مزيد من التوفيق. يعني بصراحة أنا لفت نظري لأنه شفت منتشر، يعني أنا عم أقلب الإنستغرام شفت إنجازاتك ما شاء الله منتشرة بشكل كتير كبير على صفحات السيدات بالإنستغرام، وإن شاء الله كمان نتمنى يوصل لأكبر وأكبر عدد يعني من الأشخاص. نفخر فيه وبنتشرف فيه إنه شغلي يوصل لمستوى أعلى وأعلى بإذن الله. بإذن الله. طيب أستاذة حبيبة، شو هي الأدوات اللي بتلزم واللي ضرورية تكون متوفرة عند المشروع بالوني مارت بارتي لحتى تطور من حالها أكثر ومن الشيء اللي هي هلأ فيه؟ حاليا انا مأمنة يعني اغلب الادوات وكذا، لكن الواحد بيطمح طبعا للتطوير والزيادة، فممكن يعني ممكن اضيف مستودع اكبر انه الادوات تحتاج مساحة اكبر، ممكن نكبر المكان، ايضا ممكن اضيف ورشة حدادة ونجارة مصغرة حتى العمل يكون متكامل بيننا وفينا يعني. ما شاء الله. الفريق ايضا حابة اكبر الفريق، ادرب عدد اكبر من الفتيات بحيث انه نتوسع اكثر. هذا الحكي حتى للفتيات اللي بتركيا، يعني اذا فينا نحكي فريق تركيا. ايوه فريق في تركيا، انا الان مسؤوله الفرع في تركيا في اسطنبول تحديدا. جميل جميل ما شاء الله. سيارات النقل ايضا ممكن نزيدها نطور فيها. اطمح كمان للتوسع حتى نشمل الاتراك، ممكن نتعرف على موردين اكثر، يعني ما زال في الخطه في تطوير باذن الله. برافو باذن الله تعالى. هو التشبيك كمان مع الاتراك دائما بيعمل عمليه انتشار اكبر، لانه حيصير في عندك جريحه اوسع من المستهدفين. أيوه. ان شاء الله بتوصلي لها باكيد استاذه حبيبه. طيب بالختام حابه انا اعرف، كثير من الاشخاص عم يشوفوا شغلك، واكيد يعني في بعض ممكن الأحيان ردود أفعال كانت إيجابية دائما عن شغلك، أو في بعض المناطق كان في أشخاص انتقدوا الشغل، كانوا متوقعين أنه يكون أحلى وتفاجأوا فرضا، يعني أنا عم بفترض يعني. هل واجهتي هيك نوعيات؟ أكيد يعني كل شغل بيكون فيه الإيجابي وفيه السلبي، لكن بشكل عام يعني لله الحمد أنا متوفقة جدا في زبائني وعملائي، لأنه أصبح أكثر من زبائن يعني. ما شاء الله. التعليقات الحمد لله إيجابية والانطباعات جيدة، دائما النتيجة بتكون يعني النتيجة الوحدة بتحكي لما ننفذ العمل بالمستوى المطلوب. نعم. الفكرة كلها مرتبطة بالأفراح ومناسبات الناس السعيدة، فالحمد لله الانطباعات كانت إيجابية يعني، والأغلب بيرجع ياخذ مني مرة ثانية حجوزات. حلو حلو الحمد لله. ما شاء الله. إن شاء الله أكيد الأصداء دائما بتكون إيجابية ومفعمة دائما بالطاقة لحتى أنت ترجعي تعطي من أول وجديد بروح أكبر وإبداع أكبر إذا فينا نحكي. أنا بالختام بدي أشكرك الأستاذة حبيبة يوسف الشبل صاحبة مشروع بالوني بارتي، أهلا وسهلا فيك وشكرا جزيلا لك على هالمعلومات، ونتمنى لك مزيد من التوفيق بمشروعك. شكرا يعطيك العافية أستاذة هلا، وشرفني أني كنت معكم اليوم. الله يعافي قلبك وأهلا وسهلا فيكي. نحن كمان تشرفنا بوجود هيك طاقات ومواهب شابة، بصراحة دائما بيشرفنا نسلط الضوء عليها لحتى نورجي العالم أنه الشباب العربي دائما مفعم بالحيوية والطاقة والتميز وين ما كان موجود، سواء ببلده أو حتى بالخارج. متابعينا هلأ وصلنا تقريبا لختام مشوارنا الصباحي بصباحك مسك، هي كانت فقراتنا اليوم وضيوفنا، إن شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا فيها وكنا خفاف ظل عليكم. أنا كنت معكم، كل شكر قبل لضيوفنا وكل الشكر لكادر مسكي اللي رافقنا، وأكيد منتجنا الجديد هاشم يسعد لي أوقاتك، وإن شاء الله يا رب منلتقى بكرة بمشوار جديد وحلقة جديدة. تبقوا بألف خير، إلى اللقاء. وورد وفل وقطعة سكر وكأس من الشاي حلو لذيذ بنعناع أرضي بلادي معطر. صباح الفنون ولحن الأغاني، صباح الحوار الذي فيه نكب، صباح برائحة الهاي تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر، وسحر الأناضول ينساب عشقا، سميت وجبن وخبز محمى، صباح بطعم جديد لدينا لكم فيه ما تشتهون وأكثر. عبدك
نرمسك وعم نكبر والبعد القاسي عم يصغر عم تكبر مسك وعم نكبر والبعد القاسي عم يصغر وهمومك رح تصغر عم تكبر يا قلب اسم الله مش ولبلب بس عالسكة مسك اف ام تجمعنا طبيب بلس برعاية تطبيق الطبيب استشارات طبية عن بعد 0552-800-05-50 طبيب بلس إذا طفلك فجأة صابه مغص وألم ببطنه إلى أي مدى ممكن تلتجئي للمشروبات الدافية قبل ما تعطيه أي دواء؟ أنا الصيدلانية فاتن رح أحكي لكم عن نبات عشبي يمكن أكترنا حبيناه نكهته مع كاسة الشاي الدافية وهي الميرمية اللي بتتميز بلونها الرمادي وريحتها الكافورية وأسمائها الجميلة المختلفة حسب كل بلد منها القصعين أو السالمية أو العيزقان أما اسم العلمي فهو سالفيا أوفيشينال